السلام عليكم. أولا خالص عزقنا للدكتور عمرو على أسرته الكريمة، ربنا يتغمده بواسع المغفرة ويرحمه بإذن الله ويرحقنا به في فسيح جناته. إن شاء الله النهاردة هيبقى معانا الجزء الثاني من البايلورينج An Introduction to Pyometric Dentistry. هنبدأ نتكلم عن الكافيتي ديزايننج والكيرس ريموفال، إزاي أبدأ أهندس الكافيتي بتاعي. يعني الكومبوزيت مش مجرد انها اي حاجه وبنحط فيها، لازم نبقى فاهمين احنا بنتعامل معاه ازاي. عموما الادهيزي فرستريشن مختلفه خالص عن الميتال دنتستري. زمان كلنا كنا بنستخدم الرولز بتاع جي في بلاك، اكستنشن فور بريفنشن، الاوتلاين فورم، الريتنشن فورم، الريزيستنس فورم، الكونفينينس فورم، ده اكتر من سبب. ميتال دنتستري احنا معناش غير حاجات حديد بنحطها في قلب الضرس، لازم اعمل لها اكستنشن فور بريفنشن. انا ما اقدرش اتحكم فيها، ما اقدرش اتحكم في الفلورايد ريليس، الموضوع دلوقتي اختلف. الاوتلاين فورم لازم ارسم شكل معين هو الريتنشن فورم علشان اقدر احط ريستوريشن، لازم اعمل اندر كات بشكل معين، لازم وانا بعمل ريدكشن للكراون اعمله بطريقه معينه، ما اقدرش اعمل اوكلوزال فينير، ما اقدرش اعمل اوفرلاي، ما اقدرش ان انا احط ريستوريشن كلاس 5 من غير ما اعمل فيها اندر كات، ما اقدرش اعمل ريدكشن الكراون من غير ما اكل كتير جدا من السنه وعمل باراليزم بشكل معين. الموضوع دلوقتي اختلف، مش محتاجين نعمل ريتنشن وريزيستنس فورم، احنا بنعتمد على البوندنج. الكونفينينس فورم اعتقد كلنا دلوقتي بنشوف بشكل مختلف، كلنا دلوقتي تقريبا معانا ماجنيفيكيشن على قد ما نقدر، ولحد ما يبقى معاك ماجنيفيكيشن انت ستيل معاك انسترومنت الاكسسبيليتي بتاعتها اعلى من الاكسسبيليتي اللي كانت موجوده زمان، والماتيريال اللي بتقدر تشتغل بيها والانسترومنت احسن من اللي كانت موجوده زمان، فمش لازم تشتغل على قوانين جي بي بلاك اللي حطها من اكتر من 100 سنه. احنا مش محتاجين نكسر سنان كتير تاني، نو مور لوس، خلاص لازم تحافظ على السن على قد ما تقدر. كلنا بنشوف شكل الامالجم ده، واو انا عايز اعمل امالجم زي ده. لا، انا مهما كان شكل الامالجم ده حلو ومهما كان عايش كتير مش محتاج اعمله. ليه؟ كلنا بنشوف الكارثه اللي بتحصل، يجي لك امالجم جوه الضرس بس الضرس نفسه مكسور، والبيشنت يقول لك ده الحشو عايش معايا بقاله 20 سنه بس الضرس مش عايش. بالظبط زي ما تكون راكب عربيه، العربيه كل شويه تعمل حادثه اللي فيها بيموت بس العربيه سليمه. ايه الاحسن، عربيه تتكسر ولا اللي فيها عيش؟ اكيد اللي فيها عيش. فبنفس المنطق انا مش محتاج ان انا اعمل ميتال دنتستري تاني. ليه؟ الاوكلوزال كونفرجنس، انا مش لازم اخلي الكافيتي بتاعي كونفرج اوكلوزالي، معنى كده ان انا عامل اندر كات في المكان ده في المكان ده، معنى كده ان انا عامل ستريس، معنى كده ان انا عامل ويكنينج تو ستراكشر شارب لاين انجلز. انت كنت لازم تشتغل بفيشر بير وبعديه بانفرتد كون بير عشان تبقى عامل زاويه بالظبط، زاويه مش راوند. ده خلى يبقى عندك انسبورت تو ستراكشر، وغصب عنك لما تيجي تدخل مثلا عند الريدج تبدا انت مش عارف تعمل كونفرج ولا دايفرج. طب كونفرج عشان اقدر اعمل ريتنشن ريستوريشن، طب لما انا كده عامل اندر مايننج للريدج فهعملها دايفرج وهعتمد على ريتنشن من الكاست، طب ما انا كده كده عامل شالو اندر مايننج للكاست، في الحاله دي انا ستيل عندي مشكله. كل ده ادى انك بتضعف السنه، بتبدا تعمل حاجه اسمها اوكلوزال ايفكت كيرس، يجي لك الكافيتي كلاس 1 امالجم كويس جدا ومعمول ممتاز بس جاي لك كلاس 2 كيرس من تحت، مع الفورس اللي بتنزل من الامالجم بتبدا تعمل كراكس. الكراكس دي بتقدر انها تكسر الانامل مره في مره في مره، الكراك ده بيكمل بيوصل للدنتين ويعمل جنكشن، شكرا انت عديت البكتيريا وبدات تعمل كيرس. تلاقي الكافيتي شكله من فوق كويس جدا بس تيجي تشيل تشيل الريدج تلاقي كيرس تحتها، عملنا كراكس زي ما قلنا، وده ادى لحاجه اسمها كاتاستروفيك فيلير. يعني ايه كاتاستروفيك فيلير؟ ان التوث نفسها بتتكسر. ممكن يبقى حد عامل اندو ممتاز، وفي حد من الناس البايونيرز في ستايل ايطاليانو كان منزل حاله 20 سنه، 20 سنه كل الناس تقول يا ريت اعمل 20 سنه، حلو يا ريت اعمل 20 سنه بس السنه تفضل سليمه لما يحصل فيلير. انا مش عايز السنه تتكسر ويقول اصل ده قعدت 20 سنه، ماشي المشكله انها قعدت 20 سنه، ما السنه في الاخر اتكسرت. دلوقتي انا عايز احافظ على السنه نفسها باي شكل، لو هتيجي بعد 5 سنين والريستوريشن دي تتكسر السنه تحت سليمه،
وعلى الاقل تبقى طبقه واحده من الريستوريشن اللي اتكسر. ده خلانا نتجه للمودرن ايرا مينيمالي انفيزيف دنتستري. ليه؟ هيبقى عندي ساوند تو ستراكشر كتير، انا مش هحتاج اعمل اندر مايننج، مش هحتاج اعمل اندر كات، مش هحتاج اعمل دافتيل، هيدي عمر اكتر. احنا عارفين كلنا لما يبقى عندنا تو ستراكشر كتير يبقى الريستوريشن هتعيش اكتر والسرفايفر ريت هيبقى احسن، وهنوقف السايكل الديس سايكل بتاع التوث الريستوراتيف سايكل. تمام، مش محتاج اعمل اندر كات، مش محتاج اعمل بينز، مش محتاج في معظم الاحيان ان انا اعمل بوست، ايفن بوست ممكن استغنى عنه، وده طبعا على حسب الاوكلوزال فورسز. كل الحكايه ان انا محتاج اعمل بوند كويس، وخلينا فاكرين النقطه دي عشان هنجيلها في الاخر. المودرن ادهيزيف كافيتي ديزاين دلوقتي انا مش محتاج اعمل اندر كاتس خلاص، انا هجيب راوند بير وانزل اكل في السنه وعلى قد الكيرس واشيل، صح؟ لا مش صح. انا ما عنديش ستريكت شيب بس انا عندي ستريكت جايد لاينز عشان امشي عليها. في الاول وفي الاخر عايزك تحط في دماغك ان احنا مش بنحط ريستوريشن جوه السنه، احنا بنحطها على السنه. على السنه دي بمعنى انا ما عنديش اندر كاتس امسكها. يعني ممكن لو عامل كاس وانا تقول لي ما جوه السنه ماشي، بس انا لو جيت حطيت فويل جوه السنه دي وجيت شلتها هتطلع معايا. لو جيت عملت امالجم، عملت باكنج لامالجم وشديته هيطلع معايا، مش هيبقى ماسك. معنى كده ان انا حطيتها اون ذا توث. ومن هنا ظهر الكونسبت بتاع ديزاينز كتير قوي، الكالر ليلي والاوفرلاي مش انا ما عنديش مشكله، بس انا همشي على الجايد لاينز وانت عيش براحتك. يعني مش هجبرك على ديزاين معين، لا انت هتاخد الرولز اللي تمشي بيها وعيش حياتك براحتك مع الديزاين. ست رولز مهمين جدا لكل الفايتال توث نقدر نشتغل عليه. ما يبقاش عندنا شارب لاين انجلز ولا ريتنتف اندر كاتس، مفيش دايفيرجنس، لازم يبقى الاوكلوزال دايفيرجنس واسعه من عند الاوكلوزال سيرفيس. عندنا مينيمم كاسب سيكنس لازم نتكلم عليه، الاوكلوزال كونتاكت اريا مهمه جدا، الانامل بيفلنج برضه هنرجع له، والاكستنشن فور السيلف كلينسبل اريا. انا مش عارف الانيميشن ليه مش شغال هنا، بس يعني هنحاول نشتغل على قد ما نقدر. اول حاجه بالنسبه للشارب لاين انجلز، لاين انجلز عندنا مهمه جدا انها تبقى سموث براوند، وما تقدرش تميز فلور من وول، لازم تبقى كل حاجه ناعمه، ما عندكش اندر كاتس. لو بصينا على الصوره اللي على الشمال هنلاقي الكافيتي ديزاين الكلاسيكال بتاع كلاس 2 بتاع جي في بلاك، اندر كاتس برضه متوضحه على اليمين، شارب لاين انجلز ستيب، احنا شغالين في كل حاجه شارب، خطوه خطوه خطوه. الشاربنس دي ستريس كونسنتريشن اريا، حضرتك في المكان ده بيبقى فيه كميه فورسز غير طبيعيه. المكان ده اكتر مكان بيحصل فيه كراك. يقول لك دايما الازمس عشان الناس بتصغر الازمس، طب كبر الازمس، ما انت عملت ويكنينج تو ستراكشر، فهتجي لك مش بس كسر الازمس، دي كسر الكسب كمان معاك. لما تشوف الصوره اللي في النص هتلاقي عندك، لا انا عندي مفيش لاين انجلز، انا مش شايف لاين انجلز، انا بالنسبه لي حاجه فلات. ان احنا لو شفنا الكافيتي ده هنلاقيه الى حد ما ده ملي ونص 2 ملي، يعني مش فلات خالص. ده فيه وفي في الجزء اللي هو الميزيال في كسب سليم وفي ريدج ميزيال مارجن ريدج. لا احنا عندنا تو ستراكشر بس انت ما تقدرش تقول ان فيه. ده بناء على ايه؟ على الديزاين. حضرتك بكل بساطه ما بتعملش شارب لاين انجلز. الاوكلوزال دايفيرجنس، من مكاني من نقطة معينة أقدر أبص على الديبست بوينت في الكافيتي، وفي نفس الوقت أقدر أكون شايف كل الوولز اللي في الكافيتي على الأقل. هل معنى كده لو أنا مش شايف كل الوولز إن أنا لازم عندي حتة أندر ماين؟ لا، ممكن يبقى أندر مايننج خفيف، هنرجع له هنشوف دلوقتي ممكن نتعامل معاه إزاي. لكن لو أندر مايننج كبير، لو أنا عامل كونفرجنس جامد، لو أنا قافل التو ستراكشر خلاص شكرا، أنا عندي مشكلة. أنا عملت كده كافيتي فور امالجم وفي نفس الوقت انا هحط فيه كومبوزيت، طب انا ليه ما احط امالجم؟ طالما انا كده كده هحط حاجه ميتاليك، مش شرط ان الكومبوزيت يبقى طالما اعمل له بوندنج يبقى مش ميتال، لا ما انا الديزاين عندي نفسه بايظ، ما هيحصل كراك نتيجه للديزاين، الديزاين نفسه غلط، لازم ارجع تاني اظبط الديزاين بتاعي. وبناء عليه انا ما بشتغلش بانفرتد كون خالص، انا كل اللي انا بشتغل بيه تيبرد ستون with round end
راوند بير احيانا مش كتير، وحاجه اسمها توربيدو، حاجه عامله شبه الفيشر بس التب بتاعتها راوند بس. طيب المينيمم كاست ثيكنس، انا امتى اقول انا هعمل ريدكشن لكاست، وامتى اقول هسيب الكاست ده؟ لا انا كده كده هحط كومبوزيت، الكومبوزيت بتاعي كده كده هيمسك، والكومبوزيت طالما هيمسك خلاص انا ما عنديش مشكله في الاستراكشر. لا انا اسف حضرتك، لو عملت كاست ضعيف هيتكسر، ما هو بينزل عليه لود، واللود ده بناء عليه هيبدا يكسر لك اي حاجه موجوده تحته. يبقى انا عندي مينيمم ريكويرمنتس، لازم يبقى عندي 2 ملي في الكاست ثيكنس. انا بجيب الكاليبر زي ده، الكاليبر ده مدرج لحد تقريبا 10 ملي، فانت بتقيس معاك 2 ملي ثيكنس. 2 ملي يعني ليه؟ طيب ما يمشيش ملي ونص؟ لا على حسب ما انت بتفكر برضو. انت عندك الاساس 2 ملي، 2 ملي ده فين؟ في حاجه عليها لود جامد، تمام، في حاجه بتستحمل ستريس جامد، تمام. طب لو انت عندك حاجه اصلا اوت اوف اوكلوجن تقول لي 2 ملي، هقول لك ملهاش لازمه، هي كده كده اوت اوف اوكلوجن، السنه دي الاوبوزنج بتاعها اكستراكت. طب لو انا هعمل بعد كده بريدج، او هعمل بعد كده امبلانت، او هعمل بعد كده ايا كان، لا لازم تراعي الحسابات دي كويس. لكن في العادي ال 2 ملي ده شيء اساسي. ال 2 ملي دي ممكن نتغاضى عنها شويه، لان مثلا الميزيال مارجنال ريدج والديستال مارجنال ريدج مش 2 ملي اصلا في الطبيعه، هم ملي ونص، فانا ممكن اخليهم من ملي لملي ونص المينيمم ثيكنس بتاعي، واعمل لهم ري انفورسمنت، ما بقاش عندي اندر مايننج. في الحاله دي اقول لك تمام انا ممكن اتغاضى، ممكن تعدي كلينيكالي هتعدي، ومفيش ايفيدنس عليها بتقول انها بتتكسر على حد علمي برضه عشان ما ابقاش بفتي يعني، ولكن بتعدي. بس لو كذب مش هيعدي، هيتكسر. طب لو الكذب في جزء صغير هو اللي رفيع، مثلا كان في حته كده كيرس فيه تحته كده في اندر مايننج خفيف قوي، وجيت انا بس شلت الحته الكيريس دي وكل الكاسب ثيكنس تمام، والحته دي بس هي اللي فيها مشكله، الحته دي بس البوينت الصغيره دي هي اللي رفيعه مثلا ربع ملي نص ملي كمان، هل اقول ان انا الكاسب ده اندر مايند؟ لا لا، انا ممكن احافظ على الكاسب ده، وهنعرف قدام ازاي، هتيجي قدام حاجه اسمها الاوبتمايزيشن، هعرف ازاي اقدر اتعامل مع كافيتي فيه مشكله، مع وول فيه مشكله. يبقى انا عندي الكاسب ثيكنس قلنا عليه، قلنا الدايفرجنس، وقلنا الشارب لاين انجلز. الكلام ده سهل كلنا نقدر نعمله بمنتهى السهوله. ندخل على وجع القلب بقى، انا عامل كافيتي كويس وعندي مينيمم كاسب ثيكنس كويس وعامل دايفرجنس وبوندنج كويس وبروتوكول كله سليم، بس حطيت الريستوريشن واتكسرت. السر هنا الاوكلوزال كونتاكت اريا، بمعنى ان انا قبل ما ابدا اصلا هعمل اوكلوزال ريجستريشن واصور واشوف البوردرز بتاعتي بتاعت الكيرس ماشيه فين. انا كده كده بشتغل كيرس دريفن، اشوف البوردرز بتاعتي فين، وانا كده كده معايا الصوره ان شاء الله يا رب، صوره بموبايل، صوره بانتر اورال كاميرا، صوره بكاميرا بروفيشنال، مهم يبقى معاك صوره، حاجه مرجع ترجع لها، وبعد كده هتاخد دي وتخليها قدامك. خلص وشيل الكيرس، شيل كل الكيرس، ما تبقيش اي حاجه، وبعدين بص على الصوره وابدا اعمل الكافيتي ديزاين بتاعك، وما تخليش اي مارجن للريستوريشن او للكافيتي عند الكونتاكت اريا، بمعنى انا عندي النقط الزرقاء اللي معلمه دي في السنتريك اوكلوجن ما ينفعش انهي عليها الريستوريشن بتاعتي. في الاكسنتريك ممكن، الاكسنتريك مفيهوش مشكله لانه مش طول الوقت عليه، هو بس رايح جاي عليه، لكن السنتريك بياخد كل الفورس في الاول والاكسنتريك خفيفه، فالسنتريك هي اللي بتعمل حاجه اسمها الديفليكشن. الديفليكشن ان الوولز بتاعتي بتبدا تتمط تعمل كده. طبيعي السنان الاستيك، السنان مش حاجه صلبه، السنان مش حته حديده، السنان فيها ميه، السنان فيها مرونه، الدروس اللي انت بتتعامل معاها دي مش اللي انت بتتعافى عليها بالكنترول، لا هي في الحقيقه مختلفه كده عن كده خالص، فيها شويه مرونه، شويه المرونه دول اللي بيحافظوا عليها من الفراكشر.
بمنتهى البساطه لما حضرتك تيجي وتحط عند المكان بتاع الكسب اللي بينزل عليه الفورس المارجن بتاعتك، تبقى ريستوريشن واقفه كده، ايه اللي هيحصل؟ كل ما الفورس هتنزل كل ما السنه هيحصل فيها الاستيك فورميشن، هتروح وتيجي هتروح وتيجي، الاستيك ديفورميشن هتروح معاك وترجع. طب الكومبوزيت هيعمل نفس الحاجه او السيراميك هيعمل نفس الحاجه؟ اكيد مش بنفس الموديولس اوف الاسيستي بتاعت الدرس. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هتبدا التوس عماله رايح جاي، والريستوريشن مش بنفس القوه. فتخيل معايا ده بيحصل، انت قاعد في النص، انت البوند، انت ماسك في التوس وماسك في ريستوريشن، ودي بتتحرك جامد قوي ودي لا ما بتتحركش، حرك بالراحه. ايه اللي هيحصل مع الحركه دي؟ الالاستيستي اللي بتحصل دي، الديفليكشن اللي حاصل معاك ده، هتبدا طبقه البوند نفسها تتكسر. ما هي ضعيفه، هي في حد ذاتها هي اضعف لينك في التوس، اضعف حته هي البوند، مع ان احنا بنتعامل معاها ان احنا تبقى قويه، بس انا ما احطهاش تحت كميه الفورسز دي واقول لها انت قويه تستحملي. لا، انا لازم ابقى واعي كويس قوي ليه الجزء ده، لازم اخد بالي منه. انا مطول في المكان ده مخصوص عشان كلنا بنقع في نفس المشكله. انا عامل كافيتي 10 على 10، طب ما انا حاطط الرابر دام، انا هعرف منين ان انا عامل الكافيتي ده؟ عشان كده قلت لك صور، ارجع في الاول للصوره، حط الصوره قدامك، خلي الاسيستنت اللي معاك يمسك لك التليفون وتكبر الصوره وتفرج. اه والله انا عامل هنا، مفيش مانع انك يبقى معاك قلم وتعلم بيه، تعلم بيه على الدرس. في مدارس بتقول لك لا، انت اعمل اوكلوزر ريجستريشن بنوع معين بيبر من الارتكوليتنج بيبر اللي هو بيبقى هيدروفيلك وبيبقى فيه حبر وبيطبع كويس وما بيطلعش، وبعدين ابدا اعمل الكافيتي على كده. لو لقيت نفسك عند الاوكلوزر كونتاكت، يا تبقى قبلها يا اما انت وصلتلهاش اصلا، يا اما تبقى بعدها، يا اما انت وصلت يعني من الاخر توصلت عند المكان بتفنش الوولز بتاعتك، بتفنش المارجنز بتاعتك، ودلوقتي الاوكلوزر كونتاكت بتاعتك بصيت عليها على التليفون او على الارتكوليتنج بيبر مكان ما هي معلمه على التوس، لقيت نفسك قبل ما توصل لها، شكرا ما توصل لهاش، انت كده ممتاز. طيب انت جيت وبصيت عليها لقيت نفسك كلتها وعديت، الكسب ده كان ضعيف وكلته اصلا، كان اقل من 2 مللي وعملت له بيفلنج وعملت له قصدي كابنج، هتعمل له كابنج. في الحاله دي هقول لك لا انت كده تمام زي الفل. طب لقيت نفسك واقف في النص بالظبط، يعني حضرتك جيت بتحضر لقيت نفسك واقف في نص النقطه دي، هتعمل ايه؟ هتقول انا هثينك مينيمالي انفيزيف، انا مش هتحرك اكتر من كده، الريستوريشن دي هتتكسر والكسب ده هيتكسر. طب اعمل ايه؟ عدي، ازود، زود ريدكشن اكتر. هنا في النقطة بتاعت الكسب ثيكنس، لو أنا لقيت عندي كسب ضعيف أنا هعمل له كابنج، لو لقيت كل الكسبات ضعيفة أنا هعمل أوفرلاي، مفيش مشكلة خالص. طب هنا النقطة دي على أساسها هتربط معاك في النقطة اللي بعدها اللي هي بتاعت الأوكلوجن. الأوكلوجن عندك هنا غالبا لو أنت في الاتنين ملي ثيكنس هتلاقي نفسك جوه الكونتاكت مش براها، يعني ما جيتش عليها، انت لسه قبل ما توصل لها. طب لو الكسب عندك بقى 2 مللي او اقل، احيانا بتلاقي نفسك في المكان ده. طب ممكن الكونتاكت دي تبقى داخله شويه ميديال ناحيه السنتر اوف ذا توس، احيانا مفيش مشكله بتحصل زي الفصه مثلا، بس مش دايما. وبناء عليه انت بتربط كده كل النقط ببعضها. لو انا جيت هنا وعملت الكافيتي بتاعي ولقيتها واقفه عند الكونتاكت اريا ولقيت عندي 2 مللي ثيكنس او اكتر، لا زود. طب ما انا كده هبقى عندي ثيكنس الكسب اقل من مللي، لا في الحاله دي انا هعمل كسب كابنج. كسب كابنج يعني هاكل الكسب واوصل الثيكنس بتاعي تحت، هيبقى عندي حاجه 2 مللي ثيكنس للكومبوزيت والوول بتاعي تحت 2 مللي عشان اقدر اعمل كابنج، ما انا كده هاكل كتير من الاستراكشر. ماشي، المشكله هتاكل كتير عشان الدرس يعيش. هنرجع تاني لنفس النقطة، العربية اللي تعيش ولا السواق اللي يعيش؟ لا، السواق اللي يعيش.
ما كده كده ما هتقعد وهتستحمل وهياكل، ماشي هياكل وبعد كده هيفلير، هيفلير من مكان رخم، وهتلاقي نفسك ضيعت كسب، وممكن الكسب ده يوصل للسب جنجيفال اريا، وممكن يحصل كاتستروفيك فراكشر، تلاقيه طالع لك بحته من الروت، وساعتها تبقى كارثه. انت كده كسرت الروت ده وكسرت التوز دي وباظت منك خالص، مش تقدر تتعامل معاها تاني. يبقى من هنا بدأت تجمع كلينيكال ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لك فيلير وازاي تجنبها. ثيكنس، يوزر كونتاكت، وندخل على اللي بعدها الانامل بيفلنج. هو انا لازم اعمل انامل بيفلنج؟ هو ده مش في الانتيريور بس؟ اه هو في الانتيريور بس، في البوستيريور بنحتاج نعمل بيفلنج. طب امتى اعمل البيفل بتاعي؟ اعمل البيفل بتاعي في الحتت اللي مش هتوصلني للكونتاكت اريا اللي خدناه في البوينت اللي قبل كده، وبناء عليه مش هتتكسر، مش هيحصل ديتشنج زي بتاع الامالجام، مش هتتقشر مني حته، وبناء عليه هحافظ على لونج تيرم سكسس ريستوريشن. طب لو لقيت ان انا لو عملت البيفل ده انا عندي حته ستريس بيرنج اريا وهيحصل اوكلوزال فورس زياده عليها وهتتكسر، ما تعملش بيفل، تعملش، اكتفي بس بالحركه بتاعه البير انك عامل بيها كاتنج للانامل بريزمز. لو عندي كلاس 5، لو عندي كاسب كابنج، لو عندي اوفرلي، انا بعمل بيفل بدون مناقشه، الكلام ده كله ما بينزلش عليه فورسز. لو عندي كلاس 1، لو جزء فانكشنال وجزء هينزل عليه فورسز، ولو عملت بيفل هوصل للجزء ده، هوصل للكونتاكت اريا، مش هعمل بيفل. طب لو جزء مش هيوصل له هعمل بيفل، مفيش عندي اي مشكله. بعمل بيفلنج بايه؟ ثلاث حاجات متاحين جدا وسهلين. اول حاجه اسمها كالا ليلي بير. كالا ليلي بير ده على شكل ورده، وفي حاجه اسمها كالا ليلي كافيتي ديزاين. انا عشان كده قلت لك انا مش هستخدم ديزاين معين، انا هقول لك المتاح وانت اشتغل بيه. كالا ليلي ديزاين حضرتك بتجيب البير اصلا هو بيعمل بيفلنج، تمشي بيه على الانامل وولز بقى على الانامل مارجنز، هو بيعمل بيفلنج. طيب لو انا مش عايز كل البيفل بتاع الكالر ليلي بير، انا هكتفي بان انا بعد ما اخلص انا كده كده بحضر بتيبر دراوند تي ار 16، تي ار 14، تي ار 18، مش اصغر من تي ار 14 عشان ما تعملش جروفز كده في الفلور من تحت او توربيدو بير. خلصت هتفنش المارجن بتاع، هتفنش الكافيتي بتاعك، هتجيب تي ار 16 يلو كود وتعدي بيه على الولز كلها بالراحه، تشيلش انت يا دوبك بتنعم بس. او ممكن تستخدم ديسكس لو حته مثلا انت باكل او لينجوال والاكسسبيليتي ليها كويسه ومش بتعمل انجري، ليه لا؟ الصوره بتاعت الحاله دي انا استخدمت فيها الثلاثه. في الجزء الفانكشنال عملت بالتيبر ستون ودراوند ودراوند اند يلو كود. في الحته النون فانكشنال استخدمت الكالا ليلي بير عند الميزر ريدج. طب في لينجوال، الجزء اللينجوال اللي انا عامل له ريدكشن ده عشان اعمل له كابنج، استخدمت الديسكس. انا ممكن استخدم الثلاثه، ايه المشكله؟ ممكن استخدم الكالر ليلي بس، ممكن استخدم اليور كودد بس. انا حطيت بس الصوره دي عشان اوضح لك انا ممكن استخدم ايه، لكن انت في العادي تقدر تستخدم اللي انت عايزه المتاح بالنسبه لك، انت مش مجبر على حاجه معينه. ثينك الاستيك وروح وتعالى كده مع الدرس وفكر معايا. للاسف ماشي proximal extension to a self extensible area. الفيو هنا في ستيم يارد رخم شويه. لو بصينا على الصوره اللي على الشمال انت شايف ايه؟ مينيمال انفيزيف، انا بس عامل حته ريدكشن صغنونه كده، حته رفيعه. يا ده انا ما فتحتش الكونتاكت، افتح الكونتاكت ما تقفش على كده. طب ليه ما ليه ما انا محافظ على الستراكشر، ليه اكسر انامل؟ اقول لك ليه. اولا الجزء الانامل اللي موجود عند الكونتاكت ده بقى اندر مايند، ما بقاش سبورتد خالص. ازاي يعني؟ يعني الجزء ده اندر مايند؟ يعني الجزء ده ما فيش حاجه سنداه تحت، الجزء ده بقى طاير في الهواء، حضرتك لو عملت كده بصباعك هيتكسر. تاني حاجه هو مش في سيلف كلينسبل اريا، لازم المارجنز بتاعتي بتاعه الريستوريشن تبقى في سيلف كلينسبل اريا. يعني ايه سيلف كلينسبل اريا؟ مش هقول لك ان البيشنت يقدر ينظفها بالفرشه، هو لسانه رايح جاي عليها بينعمها، يعني اوصلها لبره؟ لا، يا دوبك انت بتعدي الكونتاكت، بتعدي الحته الضيقه اللي ما بيعرفش يعدي بيها لسانه. كلنا لو حطينا لساننا ما بين سناننا هنقدر نسلكها كده،
بتسلك سنانك، بتنظف سنانك، ده الطبيعي. فدي اسمها سيلف كلينسبل اريا، لو عديت لسانك عليها من بره حطولها، لو عديت لسانك من جوه حطولها. طيب ده معناه سيلف كلينسبل؟ اه، يعني مش معناها انها هتطلب الفرشه، وممكن اجيب لك انترتينتك برشه اقول لك انا هوصل. سيلف كلينسبل، المكان ده لوحده ما بيحصلش فيه فود انفكشن، المكان ده لوحده الاكل ما بيلزقش عليه، ما بيفضلش قاعد، ما بيتكبسش فيه. فانت لازم تعدي الكونتاكت بتاعتك لبره. هنبص على الصوره اللي على اليمين، هنلاقي ان احنا في الكافيتي ده فاتحين معديين الكونتاكت، بس شايف انا مش معدي الاخر، انا عامل اوبن وايد اوبن، بمعنى انه مفتوح لبره. فالمارجنز بتاعتي دي ومن هنا واصله للسيلف كلينسبل اريا اللي قلنا عليها، وبناء عليه البيشنت هيقدر ينضف سنانه. الحل دي هي الحل اللي في النص. لو خدنا بالنا اللي كان عامل امالجم قبل كده كان عامل ايه؟ كان حاطه على بدايه الكونتاكت اريا، يقول لك انا هعمل كونسرفاتيف. يعني كونسرفاتيف ايه في امالجم؟ كونسرفاتيف ايه في المنظر اللي انت عامله ده؟ كونسرفاتيف ايه في ان البيشنت جت بعد كده الجزء اللي حضرتك سبته حصل فيه كراك وحصل فيه فراكشر في الميزيال ريدج، وبناء عليه بقى عندي حته كلاس 2 تحت وقريب من البلب. وشفنا في الاكس راي قريب جدا من البلب. ربنا ستر انها جت بدري وان ما حصلش انجري للبلب، ما حصلش بلبايتس. لما جيت انضف ورجعت المكان ده للسيلف كلينسبل اريا النهارده، دي بقى لها سنه الحمد لله بفضل من ربنا وكرم، كومبليتلي افيلابل، كومبليتلي ريلايبل، كومبليتلي اكسبتابل باي ذا بيشنت، ما عنديش اي ستيننج، ما عنديش اي فود امباكشن، ما عنديش اي ريكرنت كيرس بعد سنه. طب دي كانت عاملاها من امتى؟ عايز اقول لك انها ما كملتش ست شهور وحصل الفيلير ده. ست شهور وكان حصل كميه الفود امباكشن. طبعا انت على اكسبوز دنتين، انت كده كده الدنتين مفتوح قدامك والليكودز داخله طالعه والبكتيريا داخله طالعه، وبناء عليه الكيس حصل بشكل سريع ورهيب. لكن كده ما عنديش اي مشاكل، انا كده واقف في حته اقدر اقول عليها خلاص انا في الامان. البيشنت مهما عمل مش هيقدر ان يحط لي اكل يوقفه على المارجن الا لو قصد. تمام، يبقى المكان ده ما عنديش بلاك سيلف كلينسبل، ما عنديش فود سيلف كلينسبل، ما عنديش ستاجنيشن سيلف كلينسبل. ولازم تبقى سموث قوي في المكان ده، ولازم تبقى ناعمه قوي، ولازم يبقى الادابتيشن ممتاز. عشان كده دايما بفضل السنو بلو تكنيك، ان انا احط نقطه فلابون تحت الباكابل كومبوزيت وابدا اعمل ادابتيشن وابلكيشن عليه. مهمه جدا، مهمه جدا. وما بنيش المارجن مره واحده، ممكن ابنيها على مرتين او ثلاثه عادي براحتي عشان اقلل الشنكج. خلصنا ديزاين، انا عرفت انا هعمل ايه، انا عرفت لما يجي لي كيرس هعمل ايه، بس لما يجي لي كيرس انا هشيل قد ايه، الكيرس ريموفال بتاعي هيقف فين، هل بعمل فوت الكيرس ريموفال ولا سيلكتيف كيرس ريموفال؟ الموضوع ده كان عامل جدل الفتره اللي فاتت. لا انت سايب كيرس، لا انت لازم تشيل الجزء ده، لا في عندك كيرس عند تيرم جانكشن لازم يتشال، لا لا الموضوع ده مش بروفن، الموضوع ده انا عملته فالير. طب ما تيجي نتفرج احنا بنعمل ده امتى وده امتى. امتى اعمل توتال كيرس ريموفال؟ اقدر اعمل توتال كيرس ريموفال في حالات الشالو كافيتي. انا عندي كافيتي ملي ونص 2 ملي، انا وصلت خلاص اخري كده، مش محتاج انزل اكتر من كده، حطيت الداي، استخدمت الفلورسنس، استخدمت اي طريقه انا هستخدمها، ما عنديش كيرس، خلاص شيل توتال كيرس ريموفر، ما تبقيش عندك حاجه خالص، ده شالو كافيتي، خد ماكسيمم بوند سترينث. الروت كانال توث انا عامل لها اندو، ايه المنطقي ان انا احافظ على جزء واقول اصلي هعمل بارشال كيرس ريموفر؟ ليه انت فين البلب اللي هتحافظ عليه؟ اللهم الا عندك في الفلور وخايف تعمل بيرفوريشن، لو حاجه اكستنسيف قوي وخايف بس انك تعمل بيرفوريشن هقول لك ممكن. طيب لو انا عندي في المارجن ممنوع
ممنوع لازم يتشال. لو انا عندي حاجه في الولز لازم يتشال، خد ماكسيمم بوندنج. طب ما انا كده هعمل ويكنج، هو كده كده ويك، هو كده كده كولاجين ويك، لازم يتشال. اخر حاجه ممكن اعمل فيها كيرس ريموفال هي الاستاتيك دريفن. عندي كيس، عندي بيشنت عنده كلاستريز اللي احنا شايفينه ده، والى حد ما الجزء الليبيال منه الريست كيس، بس استاتيكالي شكله وحش. لا انا هعمل سيلكتيف كيرس ريموفال. الكلام ده ممكن تعمله في البالبل، يعني ممكن تعمله في البالبل وول جوه لو انت خايف انك تعمل انجري للبالب. لكن لو انت في حته استاتيك ممنوع ممنوع ممنوع. انت ممكن تعمل الكلام ده بوستيريور، هيبقى اكسبتبل جدا. لو عندك ديسكالرد انامل الريست كيرس هتسيبه، هتسيبه مفيش اي مشاكل. كلنا تقريبا عندنا من ده سمبل كلاس 1 كلنا. لكن لما هتوصل لحته زي دي ده استاتيك، ما ينفعش انك تسيب حاجه، لازم تشيل. انت هنا مش بتتكلم في ان انا بريزرف، انت هنا بتتكلم في البيشنت نفسه. البيشنت هيقول لك ايه النقطه السوداء دي؟ هيقولوا له يعني انت عامل حشو عشان يبقى لك حته سوداء؟ ايه ده يا عم اللي انت عامله ده؟ البيشنت هيرجع لك يقول لك انت ايه اللي عامله لي ده يا دكتور؟ لا 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 انا ما اتفقتش معاك على كده. هيبص في المرايه بعد ما تخلص وتوري له الصور، تقول له بص عامل لك سيلكتيف كيرس ريموفال وده ريست كيرس. هيقول لك يا دكتور ريست كيرس ايه وبتاع ايه؟ شيل الكلام ده، انا مش عايز اللون الاسود ده. انت حاطط لي حديده فوق، انت سايب لي تسوس. لكن لو بوستيرير هتقدر توضح، هتقدر تناقش، وهتقدر تفهمه ده ايه، وهيتقبل لانها مش باينه. الاستاتيك عندنا في مشكله. انت نفسك كدكتور سنان لو عندك نقطه سوداء في سنتك هتقف قدام المرايه تعمل كده، تعمل كده وتنظف وتشوف ايه ودي اخرها ايه. فلازم تفكر برضه في استاتيك دريفن. سيلكتيف كيرس ريموفال، كارثه الكوارث. احنا بنبدا دلوقتي بنتكلم في جزء مهم جدا. انا عاوز اسيف البالب فيتاليتي في حاجه ديب زي الحاله اللي كنا جايبينها من شويه. البيبر دي لو حابين ان احنا ندور عليها، دكتور ديفيد ألمان والدكتور باسكال ماني عملوا ايه؟ بمنتهى البساطه جابوا اسنان فيها ديب كيرس. طبعا رجعوا على البيبرز قديمه، بس احنا بنتكلم عن الميثودولوجي اللي حصلت. سنان ديب كافيتي ديب كيرس، جابها وصبغها، حط الكيرس ديكتنج دوي. كيرس ديكتنج دوي بتصبغ كل الديناتوريتد كولاجين، يعني هي ما بتصبغش كيرس، هي بتصبغ كولاجين. لو حطيتها على الجنجفا هتصبغها. حلو. وبناء عليه لازم تبقى فاهم انت عامل معاها ايه. الميثودولوجي اللي حصلت انه جاب التوز دي وحط الداي وبدا يعمل كيرس ريموفر بناء على الداي. لقى ايه؟ لقى ان الداي بتصبغ بالوان كتير. بتصبغ بلون دارك قوي، لو انت بتستخدم حاجه فيها ريد وفايلت فهي بتعمل لون دارك فايلت وهيز بينك، تديك لون غامق قوي كده، فوشيا تقيل كده حلو، عارف يعني يزغل العينين. ولون تاني فاتح كده بامبي ناعم كده جميل. طيب دلوقتي اشيل ايه واسيب ايه؟ حلو، عشان يتاكد ويعمل كونفيرميشن ان الحته دي بس مجرد دي ناتوريتد كولاجين وان الجزء ده فيه انفكشن، عمل ايه؟ جاب الفلورسنس دايجنودنت وشغل الدايجنودنت على الاماكن دي وبدا يقرا. الدايجنودنت عمل كونفيرميشن ان الاماكن اللي فيها دارك هيفي ستين، الاماكن دي فيها كميه بكتيريا كبيره، هي بايفوسفورينز اللي بتطلع بتعمل فلورسنس اللي بتوصل للدايجنودنت. المهم ان فيها كميه كيرس وفيها كميه بكتيريا برودكت كتيره، وبناء عليه الاماكن دي انفكتد. الاماكن دي هي الانر كيرس، الاماكن دي اللي حضرتك الاوتر كيرس، الاماكن دي اللي حضرتك مشبعه جدا بالبكتيريا ولازم تشيلها. طيب الاماكن الانر بقى، الاماكن اللي فيها لايت ستين، قرت بس كميه بكتيريا قليله او ما قرتش، بس الحكايه كلها انها قرت الماتيريال البرودكتس اللي بتطلع من البكتيريا اللي بتبدا تعمل دي ناتوريشن للكولاجين بكميه اقل، وبناء عليه الجزء ده
ممكن يحصل له ريمينراليزيشن تاني. دي اخر سلايد معانا، بس دي اطول سلايد معانا. السلايد دي هتفهمك امتى تتعامل مع الكيرس. يعني حضرتك بتقول لي في الميثودز قال لي ان الداي في الحتت اللي فيها انفيجن اقل وبناء عليه دي ناتوريشن اقل عملت لايت بينك ستين، وده اللي سموه الانر كيرس. والحتت اللي خدت ستين تقيله الدياجنودنت عمل كونفيرميشن ان فيها بكتيريا لود عالي، وبناء عليه دي سموها الاوتر كيرس، ودي اللي لازم تتشال. طب امتى بقى كل الكلام ده يتشال وامتى يتساب؟ حلو الكلام ده. اولا انت عندك ديب كافيتي، حاجه قريبه من البلب، انت كونفيرمد بريستريشن انها مش ريفرسبل بالبايتس، انت كونفيرمد ان البيشنت ده جود اورال هايجين، كونفيرمد على الدايت اناليسيس بتاعه، كونفيرمد على الاوكلوزال فورسز بتاعته، كله تمام معاك، هتبدا تشتغل بارشال كيرس ريموفال. او نديله بقى المسمى الصحيح سيلكتيف كيرس ريموفال. هبدا شيل الكيرس الظاهر بالنسبه لي على دبس مقبول على 2.5 مللي. وبعد كده لو عندي حاجه اكتر من 2.5 مللي نحط الداي. الصح انك بتحط الداي من الاول. طب ما احنا عايزين ننجز، عايزين ننجز وقت وعايزين ننجز فلوس وعايزين ننجز كل حاجه يعني، فمش هنستخدم الداي من الاول. انا كل الحكايه ان انا هبدا انزل على دبس في الكيرس اللي انا شايفه 2 ل 2.5 مللي، وبعد كده ابدا احط الداي. حطيت الداي وظهر عندي الوان لونت كلها، اشيل منين واسيب منين؟ قبل ما نقول السؤال ده تيجي نفهم مع بعض الكريولوجي. الكيرس بيحصل ازاي؟ الكيرس عباره عن بكتيريا، البكتيريا دي بتبدا تطلع اسيدز. الاسيدز البكتيريا بتحب الاسيدز اصلا وبتفرز اسيدز، وانت اصلا عندك شوجرز فهي سكاروليتك، فبتبدا تستخدم السكر. انا اسف على التهته دي. تبدا تستخدم السكر وتبدا تنتج اسيدز، فبتعمل اسيديك ميديا فتعيش اكتر، يحصل انها تنتشر بشكل اسرع وعددها يكتر وبناء عليه تفرز اسيدز اكتر. طب هو ايه اللي بيسبق، البكتيريا ولا الاسيد؟ لا، البكتيريا مش تقدر تعدي في كميه المينرالز وكميه الكالسيوم اللي موجوده، فهي البكتيريا فوق بتفرز اسيدز، الاسيدز دي تحتها بتذوب المينرالز، بتذوب كل الهيدروكسي ابوتايت كريستلز اللي حوالين الكولاجين، وبعدين الهيدروكسي ابوتايت كريستلز دي بتتكسر العصابات واللبس جوه الانترنال تيبيولز، ودي قصه ثانيه كنت هنتكلم عنها، حاجه اسمها وايت لوكيت، وتتكون جوه الانترنال تيبيولز، وده اللي بيأخر شويه الكيرس. وبعدين تبدا البكتيريا دي تدخل جوه الديناتيوريتد كولاجين، الكولاجين اللي ما عليهوش حاجه ماسكاه ده، الكولاجين اللي ما عليهوش اي سبورت من المينرالز، وتدخل فيه. فالبكتيريا كده دخلت، نقول انت قاعد البكتيريا دخلت عليك مثلا في الاوضه ملي، بس مش تقدر تدخل ملي اكتر، هو مثلا الملي اللي دخلته، هو مش ملي، احنا بنتكلم في حاجه بالنانو والمايكروسكيل. ولكن خلينا نكمل. بدأت البكتيريا تفرز اسيدز، الاسيدز عملت ديناتوريشن وهكذا. يبقى الجزء اللي عندي حاصل فيه بدايه الديناتوريشن من الاسيدز هو الانر، هو اللي جوه، هو اللي تحت، وهو اللي خد لايت بينك ستين. طيب الجزء اللي حصل له كومبليت ديناتوريشن، كومبليتلي تاكل خالص، البكتيريا عملت انفيجن في المكان ده، الجزء ده ما عادش ممكن يحصل فيه ديمينراليزيشن عكس الجزء الثاني. الكلام ده موجود في نفس البيبر. البيبر دي بتقول لك ان الجزء ده ممكن يحصل فيه ديمينراليزيشن اللي هو الانر، لانه مجرد شويه ديناتوريشن من الاسيدز، حضرتك وقفت الاسيدز، وقفت البكتيريا، وعملت فيفربل انفايرمنت، الوايت لوكيت المتكون مع شويه الاكزيت اللي ممكن يطلع من الدنتينال تيبيولز مع شويه الريمينراليزيشن هيتكون سكليراتيك دنتين، والمكان ده هيمسك ويبقى كويس 10 على 10. لكن الجزء الثاني اللي حصل فيه الريست، اللي حصل فيه قصدي انفيجن بالبكتيريا، الجزء ده مش هيحصل ليه مينراليزيشن تاني. الجزء ده هيفضل معاك سوفت، الجزء ده هيفضل معاك نون مينراليزد، مجرد كولاجين.
طيب معنى كده ان انا فهمت ان انا هشيل كل الاوتر كيرس اللي هو واخد دارك ستين، دارك ريد او فايلت ستين، والجزء الانر ممكن اشيله ممكن اسيبه. حلو، احنا كده بدأنا نفهم سوا. طيب شلت واشتغلت بالتكنيك ده وبقى عندك لايت ستين قريبه من البلب، وقف على كده وما تشيلش، وقف. طيب كل الكيرس القريب ده اشيله؟ لا، في نفس البيبر حط لك قاعده اسمها 3.5 رول. ايه؟ لو حضرتك من الادجيسنت ريدج، مارجنال ريدج مثلا، شغال في اللور 6، فمن المارجن بتاعتك بتاعت ال 7 الديستال بتاع ال 6 فتحه كلاس 2، فدخلت 3 مللي جوه توارد السنتر اوف ذا توث، حضرتك في المكان ده وارد انك تعمل اكسبوجر، بس على انهي عمق؟ على عمق 5 مللي. يعني لو حضرتك نازل 5 مللي من الانامل مارجن بتاعتك هتعمل اكسبوجر، هتعمل يعني ال 5 مللي دي هتعمل اكسبوجر. فانا ما انزلش ال 5 مللي، انا بنزل 5 مللي الا حاجه بسيطه. طيب ميزيال وديستال نفس الكلام بس 3 مللي، ما بدخلش اكتر من 3 مللي. يعني انا لو فاتح كلاس 2 وعندي كيرس وعندي ستين في المكان ده، انا بوقف عليها ما بشيلهاش، على عمق 3 مللي من الريدج وعلى عمق 5 مللي من الاوكلوزال سيرفيس. طيب ال 5 مللي دي بتتقاس منين؟ من مكان الانامل اللي في الجزء ده، بمعنى انك لو في مكان الفشر فبتقيس في مكان الجروف، بس لو تحت الكظم بتقيس من مكان الكظم. برضه لو رجعت البيبر دي هتلاقي فيها نفس التكنيك، بتقيس بالظبط من مكان الانامل اللي موجود عندك، بتحط بروب وبروب بتبدا تقيس. طيب يبقى في المكان ده عندي هعمل سيلكتيف كيرس ريموفال. طيب لو انا بقى جيت وانا بشتغل كده ولقيت الجزء اللي عندي ده دارك ستيند، يعني الجزء اللي على عمق 5 مللي ده دارك ستيند، حلو قوي، انا هعمل اكسبوجر. ما هو ده مش هيحصل له تاني ريمينراليزيشن، ما الجزء ده بايظ كله بكتيريا. هقول لحضرتك ان الريفرنس برضو اللي في البيبر دي، انا حاطط البيبر دي لان فيها ريفرنس قويه برضو، هتلاقي ان هم بيتكلموا انك لو قطعت الناتيوريشن عن البكتيريا وعملت بريفرال سيل زون اللي هي البي اس زد اللي موجوده تحت دي، حضرتك هتوقف البكتيريا الاكشن وتعمل كيرس اريست. بناء عليه حضرتك ممكن توقف المكان ده، بس هيبقى فيه عيب واحد، البوند سترينث هنا ضعيفه جدا جدا، اقل ما كان فيه بوند سترينث، فحضرتك محتاج تكاب الجزء ده بماتيريال بقى، بريبوند، بفايبرز، بايا كان اللي هتستخدمه، بس المهم المكان ده بقى ويك عندك وهيعمل لك حاجه اسمها ترامبولين افكت، فمحتاج تبريدج الجزء ده. غير كده ما عملتش وعادي عدت، ما فيش مشكله، هو كده كده ماسك في كل الولز اللي عليك، بس المكان ده هيبقى في حاجه اسمها ترامبولين افكت، كل ما هيكبر كل ما هيزود لك الفير اللي ممكن يحصل، كل ما هيصغر كل ما الموضوع هيبقى مقبول، ما فيهوش مشكله. في تكنيك تاني ممكن استخدمه مع المكان ده، انا مش مرتاح، انا مش ضامن، ممكن حضرتك تستخدم سيلفر دايامين فلورايد الاس دي اف، انك تعمل بيه ريمينراليزيشن تاني والفلورايد يبدا يقلل البكتيريال كاونت وتعمل ريمينراليزيشن في الجزء ده، ماشي تمام زي الفل، بس الكلام ده بياخد وقت. لو انت عاوز تسيل، سيل از ديل، اعمل سيلينج هتقفل. حضرتك عملت بريفرال سيل زون، بمعنى انك عندك بريفرال سيل زون دي اللي هي قد ايه؟ 3 مللي اول اراوند، بمعنى انك لو عندك انامل فالانامل بيبقى بتاعك 1 مللي و2 مللي في الدنتين، دي البريفرال سيل زون بتاعتك، اي حاجه جواها مقبوله، بس مش معنى كده انك تسيب كل ده كيريوس، على قد ما تقدر بتنظف طبعا عشان تاخد بوند سترينث كويس، عشان تقلل عدد البكتيريال كاونت، عشان يوصل معاك السيلينج لاعلى درجه ممكنه. طيب دلوقتي انا عندي مثلا فول بول الجزء ده في مشكله، بس عندي بره
في انا قصدي اسف عندي فوق البلب الجزء ده كلين تمام، بس عندي بره عند تينومال جنكشن في كيرس، لا لازم تنزل عند تينومال جنكشن وتكمل وتشيل كل الكيرس ده، ما يبقاش في اي ستين بره، ما يبقاش في اي ستينز على البوردرز، ما يبقاش في اي ستينز في خلال الثلاثة ملي بتاعت البريفرال سيل زون، وبناء عليه حضرتك هتقدر تحصل على ماكسيمم سيلينج، وبناء على الماكسيمم سيلينج ده حضرتك هتقدر تعمل كيرس اريست لو في جوه، وبناء عليه حضرتك هتقدر تاخد لونج تيرم سكسس ريستوريشن. انا بشكركم جدا، تعبتكم معايا المحاضره، انا عارف ان هي سريعه بس بتوجع الدماغ، ومنتظر اسئلتكم عشان ان شاء الله معانا ثلاث اسئله، اللي هيجاوب على الثلاثه في ثلاث فايزين هيكسبوا معانا في الباندل كومبوزيت. في اي اسئله؟ منتظر الأسئلة. تمام، داي براند، أي نوع براند مفيش مشكلة، في حاجة اسمها سيك أو سيبل سيك دي تقريبا 110، وفي حاجة اسمها ريد ديتكتور دي اللي أنا بشتغل بيها، بس يعني أي نوع المبدأ واحد، دي حوالي 200 وشوية، ولو لايت بتاعت كوراري فهي الإيفيدنس بيزد أكتر واحدة يعني، بس عادي أي نوع داي ممكن يمشي مفيش مشكلة، وهي مش غالية أوي. الأوكلوجن لو كان كسب مع مارجنال ريدج وخليت الريدج ده ملي أو ملي ونص ممكن يتكسر. طيب أنا هحاول على قد ما فهمت من السؤال، يعني ايه الاوكلوجن مع الاوكلوجن مع مارجنال ريدج؟ طبيعي يبقى فيه كونتاكت بس ما تبقاش هي واخده كل الفورسز، بمعنى ان حضرتك لو عندك في المكان ده هتنهي المارجن بتاعتك انت لازم تفتح، لازم تفتح كلاس 2، يعني هو خيار عنيف معاك بس هتحافظ بيه على الاستراكشر. طيب لو كان لايت كونتاكت في المكان ده، الموضوع ده محتاج انك تذاكر شويه في اوكلوجن، فالمكان ده ممكن يتقبل عادي، وغالبا مفيش اوكلوجن ما بين مارجنال ريدج وكسب، المارجنال ريدج ما بتعملش اوكلوجن، فغالبا بتلاقي كسب تو فصه، او بتلاقي بس على الكسب سلوب، كسب سلوب لكسب سلوب، اول حاجه بتلمس، اول حاجه بيحصل عليها كونتاكت، هتلاقي دي اول حاجه معلمه. لو خدت بالك من الصوره انا هحاول ارجعها لك تاني، بص كده على الصوره دي، بره الريدج، بره المارجنال ريدج، يا جواها ما بقفش عليها خالص، فكده صعب ان هي تتكسر اصلا. المارجنال ريدج مش تخينه اكتر من مللي ونص اصلا، طبيعتها مش هتلاقي مارجنال ريدج تخينه، هات درس سليم وحط قيس كده المارجنال ريدج مللي لمللي ونص، مش اكتر، مش اكتر من كده، فما تقلقش من انها تتكسر. اهم حاجه نفضل صحيين عشان في ثلاث اسئله جامده يعني دلوقتي. طيب I read statement and research about colony in posterior cavities composite is. هقول لك ازاي، لما بتيجي تعمل زي ما شرحنا كده في الاول، بتعمل cavity diverge مش converge، فالكافيتي بقى عندك مفتوح، نفس الكونسبت ان حضرتك جبت حته حديده وحطيتها في المكان ده هتقدر تشيلها. يعني لو حضرتك جبت امالجم وعملت له بيكنج في المكان ده تقدر تشيله كده on the tooth. مش in the tooth. يعني ايه in the tooth؟ يعني انا عامل اندر كات، يعني هي ماسكه في السنه من تحت. بمنتهى البساطه حضرتك جبت حاجه حطيتها فوق حاجه. هتمسك فيها؟ لا، بس لو عملت لها حفره جوه دخلتها هتقفش جوه. فكره on و in the tooth انا برضو ما كنتش فاهمها لحد فتره، بس لما قعدت ادور فهمتها، ان حضرتك بس بمنتهى البساطه ما بتخليش الكافيتي في اي حاجه تمسك فيها. انا اسف انا في حته فوتها، في حته ما جيتش عليها. الجزء بتاع الكافيتي ديزاين اوبتمايزيشن بمنتهى البساطه، حضرتك لو جبت عندك وولز تمام، كافيتي تمام، دايفرج تمام، الديزاين تمام، كل حاجه زي الفل، بس عندك حته اندر مايند، حته بسيطه، الحته دي تقدر تعمل لها اوبتمايزيشن بان حضرتك بتجيب الكومبوزيت وتقفل بيه المكان ده. طالما الجزء ده بسيط ممكن نراجع على كونسبت اسمه كافيتي ديزاين اوبتمايزيشن، نص ملي او حاجه بتبقى مقبوله.
طب لو انت عندك اندرمايننج كبير، لا حضرتك بتشيل الكلام ده، لازم تفتحه. فالكافيتي ديزاين اوبتمايزيشن، حضرتك عندك اماكن الريجولر، عندك اماكن فيها اندر كاتس، اماكن فيها جروفز، اماكن فيها سبوتس، فانت بتقفل المكان ده الاول، ده الاوبتمايزيشن، وبعدين تكمل الكافيتي بتاعك. يعني بتقفل المكان ده لوحده الاول بفلوبل بباكبل بايا كانت الطريقه اللي تستخدمها، بس لازم يتقفل لوحده الاول. ايه الافكت اللي بيحصل في حاله الديب كيرس ونسيبه؟ حلو، ترامبولين افكت. لو عندي كتير، يعني لو عندي كيرس كتير، فتخيل حضرتك عارف الترامبولين اللي كلنا بنتنطط عليها دي، فالترامبولين حضرتك واقف في حته طريه بتتنطط، حته ما فيهاش بوندنج كويس، حته الاوكلوجن فيها قافل، فانت عمال، قصدي البوندنج فيها قليل، فانت عمال تتنطط. طيب لو انا عندي بس سبوتات صغيره كده عند عامل سيلكتيف كيرس ريموفال كده على قد ما اقدر في حتت صغيره، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كيرس ارست، المكان ده البكتيريا مش هتكمل فيه، المكان ده البكتيريا هتموت فيه. وبعدين خلاص المكان ده عندك ما فيهوش مشكله، مش هيعمل كيرس، بس لازم تبقى مشخص الاول اصلا ان مفيش حاجه واصله للبلب، مفيش عندي مشكله في البلب. بس ده ديب كيرس، يعني ده مشكله ان احنا ممكن نسيب ديب كيرس. شكر لله. جاهزين للأسئلة ولا لا؟ لو جاهزين للأسئلة قولوا لي. طيب احنا معانا 3 أسئلة. اول سؤال، احنا لما بنعمل بوندنج بنحاول نميمك ايه بالظبط، وبناء عليه انا هقدر احكم البوندنج ده كويس ولا لا؟ منتظرين الإجابة عشان الموضوع فيه جايزة حلوة. طيب قدامنا 5 دقايق نفكر، لسه في سؤالين تانيين. لا مش الهيراركي اوف دنتين توبس، دي حاجه تانية اسمها الهيراركي اوف كونتابيليتي. لا جميل جماعه، احنا في 3 هيكسبوا، يعني نجاوب براحتنا عادي. دقيقة عدت من التاني، من 5 دقايق براحتنا. باقي سؤالين، عيشوا براحتكم. احنا بنحاول نميمك ايه في البوند بس، يعني انا بحاول اقلد ايه في البوند. حلو حلو، في اجابات حلوه. دكتورة فاطمة معانا؟ براحتكم يا جماعة، اللي عاوز يقول أكتر من إجابة براحته عادي.
جاوبوا براحتكم، انا هقوم اجيب ورقة وقلم عشان الناس اللي كتبت الإجابة صح. خمس دقايق خلصوا. نقول احنا بنحاول نميمك الدنتيني ونعمل جنكشن على قد ما نقدر المايكرو تنسايل بوند سترينث. فاحنا دلوقتي معانا دكتور ابراهيم جابر، لسه انت بس عديت اول مرحله، لسه باقي اسئله تانية، اللي عاوز يجاوب تاني براحته. ابو الغيط، دكتور ابو الغيط، دكتور حامد الخولي، دكتور حامد الشربيني، دكتور نوران بابوت، دكتور محمد هشام، دكتورة أسماء حسام. خلاص أنا قلت الإجابة. طيب المايكرو تنسايل بوند سترينث بتاعت الدينتينو انامل جنكشن اتقاست في بيبر لدكتور اسمه رابي في اليابان، طلعت كام بالظبط؟ برضه معانا خمس دقايق. دوروا براحتكم، فكروا براحتكم، الموضوع ده صعب. اسئله رخمه انا عارف. المايكرو تنسايل بوند سترينث بتاعت دكتور عرابي ناكاجاما قاسوها في بيبر واحده بس اللي موجوده، طلعت كام بالظبط؟ براحتكم، اللي عاوز يجاوب يجاوب. على فكره هما طلعوها رينج. ممكن تقول اي رقم في رينج براحتك. هي ورا المنهج فعلا، بس المهم ان احنا نبقى حاطينها في دماغنا.
طب دقيقة بادية بالظبط نص دقيقة طيب الحقيقه البيبر كانت بتقول الاكيوريت نمبر 51 ميجا باسكال الرقم بالظبط من 35 ده المينيمم من 50 ل 55 ميجا باسكال ده الافريج وفي اعلى من كده لحد 75 ميجا باسكال بس لا كل الناس اللي كتبت من 50 ل 55 مظبوط والناس اللي كتبت 35 ل 50 مظبوط مفيش مشكله بس احنا معانا الاكيوريت نمبر 50 55 ميجا باسكال من 51 قصدي 55 ميجا باسكال وكان الافريج 51 اخر سؤال انا عندي في هايبريد لاير ايه هي الهايبريد لاير دي بقى هتبقى اجابه طويله ورخمه مش طويله قوي مش رقم لو لقيت السؤال صعب وناس كتير طلبت هغيره
بعتذر جدا، النت قطع عندي فجأة والتليفون فصل وكل حاجة فصلت فجأة. طيب نرجع لآخر سؤال، الـ Hybrid Layer. ما شاء الله معانا ناس كتير جاوبت صح. طيب طبعا احنا قلنا اللي هيجاوب التلات اسئله صح هنختار منهم ثلاثه، بس نشرح برضو ايه هي الهايبريد لاير. هايبريد لاير هي الطبقه اللي بيتكون فيها البوند وبيتكون فيها الدنتين دنتينا تيوبولز وجزء من السمير لاير اللي هي السمير بلجز. انا بعمل كونديشننج عشان السمير بلجز اللي عندي دي كلها تفضل موجوده، بس السمير لاير اللي فوق اللي على الكولاجين تتشال بنسبه كبيره او نعمل لها ثيننج يونيفورم ثيننج. عشان كده ممكن نستخدم الاير ابيجن، عشان كده ده في السيستمز زي التوتال اتش زي الاوبتي بوند اف ال بنبدا نعمل توتال اتش، بنشيل معظم السمير لاير على قد ما نقدر من 3 ل 5 ثواني بس الاتش ان كنترولد، فاحنا بنتجه لل surface treatment بال air abrasion. اسهل حاجه air abrasion 6 ميجا باسكال من البارتكل بتاعتنا من 30 ل 50 مايكرون الومنيوم اوكسايد، وتحت بريشر اكتر من بريشر 5 ميجا باسكال وحوالي 2 سم كده، تبقى بعيد عن المكان اللي احنا هنعمله اتش بس. فدي بنقدر نعمل بيها conditioning، بنقدر نكون بروبر هايبريد لاير. الهايبريد لاير بتاعتنا هي اكتر طبقه بتبقى ماسكه في البوند واكتر طبقه بنعتمد عليها. سمير بلجز، دنتينال تيوبولز، كولاجين والبوند. اكتر ناس جابوا معانا صح دكتور ابراهيم جابر، دكتور ابو الغيط، دكتور حامد، دكتور حماده الشربيني، دكتوره نورهان بغلوت. نختار منهم ثلاثه عشوائي، انا اسف أنا آسف والله. كان نفسي كل الناس تكسب بس يعني هنختار ثلاثة، ولو في حد عنده أي أسئلة ممكن يقول لي يعني مش هتأخر معاك. في انتظار الأسئلة عادي براحتك. أنا آسف طبعًا للانقطاع اللي حصل كذا مرة ده.
مفيش أي أسئلة خالص. طيب هنختار عشوائي. دكتورة نورهان بهوت أول واحدة معانا. أنا بختار عشوائي على فكرة، يعني أسامي وكتبتها وقطعتها في ورق وبختار عشوائي جدا. دكتور إبراهيم جابر. دكتور حمادة الشربيني. ألف مبروك للدكاترة، إن شاء الله أي حد محتاج أي حاجة يتواصل معايا بشكل مباشر. أعتذر لكم تاني على المقطع اللي حصل، ولو في أي أسئلة ممكن تبعتولي بشكل مباشر على طول. شكرا جدا لحضراتكم. إن لايف إهداء لروح الغائب دكتور عمرو. لقد قلت لقائلة إن الحياة لقائق فارفع بعد موتها فالذكر ثاني عمر رحم الله عمر واسكنه في سنته. شكرا. Live to give. ISOD International Scientific Organization of Dentistry، أول منصة علمية متكاملة لكل طلاب وخريجي طب الفم والأسنان من كل مكان في مصر والوطن العربي. فإحنا بنقدم محتوى علمي وعملي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والوطن العربي، وده بيكون من خلال أكبر المؤتمرات العلمية أونلاين لأكثر من 18 دولة عربية، وكل ده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك Live to Give. وكمان بنقدم أكبر داتا علمية مجمعة من كل الجامعات المصرية والكورسات المتميزة، وكل اللي بيحتاجه أي طبيب أسنان عشان يطور مهاراته. وهتقدر توصل لكل ده عن طريق البوت الرسمي على التليجرام. ودلوقتي بنقدم لكم ISOD Series اللي بتشمل Lecture، Clinical Cases، Life After Graduation، واللي هتكون يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 10 مساءً.